بالعودة إليك أستاذ عاطف الجولاني، يعني أنا سأنقل إليك ما قاله الدكتور علي الجابري وما كتبه صباح اليوم عن الضرب الإيراني. قال: طائرة مسيرة واحدة قتلت سليماني والمهندس وعدد من مساعديهم، وطائرة واحدة قتلت محمد رضا زاهدي وخمسة من مستشارين عسكريين إيرانيين. إيران أطلقت 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض أرض، ولم يقتل إسرائيلي واحد. هذا هو التوصيف الذي يريد أن يقوله البعض، أو الحقائق التي يريد أن يعبر عنها البعض. لماذا نذهب بعيدا عن فكرة أن إيران تريد فرض نفسها كقوة إقليمية في المنطقة ولا تستطيع أن ترد إلا ببعض هذه المسيرات التي يتفق عليها مسبقا؟ لا تحتاج في تقديري لا إيران ولا تركيا أن تقوم بخطوات لتثبت أنها قوة إقليمية. لا أحد يناقش في أن تركيا دولة إقليمية قوية ومؤثرة، ولا كذلك أن يناقش في أن إيران دولة قوية إذا ما تحدثنا عن الدول المركزية والمحورية على مستوى الإقليم. أنا في تقديري ما حصل بالأمس هو رسالة موجهة للجانب الإسرائيلي. هل كان يستطيع الجانب الإيراني أن يطلق أضعاف هذا الرقم من الصواريخ من المسيرات، وبالتالي أن يكون هناك صعوبة في التصدي لها؟ أعتقد هذا كان ممكنا. هل كان يمكن أن تكون الضربات مفاجئة كما تفضل ضيفك؟ يعني حصلت العديد من الضربات المفاجئة، على سبيل المثال ما حصل في 7 أكتوبر. 7 أكتوبر كان تأثير الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة أكثر تأثيرا، بالتأكيد عنصر المفاجأة كان يخدم. ما حصل بالأمس في تقديري هو كان توجيه رسالة قوية، لم تتغير بالضرورة بالكامل قواعد اللعبة، ولكن هناك مستوى من التغيير. وحينها كنا نتحدث عن الردع، أنا أتحدث عن ردع الجانب الإيراني عن القيام بعمل عسكري ضد الجانب الإسرائيلي، بل ردع كل الأطراف العربية. ونحن ندرك أن امتلاك الجانب الإسرائيلي للسلاح النووي كان الهدف منه أن يتم ردع أي طرف من هذه الأطراف العربية أو الإقليمية عن التفكير، مجرد التفكير بالقيام بأي عمل عسكري. بالأمس موضوع الردع الإسرائيلي هو الذي تغير. ما دامت حصلت هذه الضربات، حتى لو دخل 1% 2% وصلت إلى بعض الأهداف العسكرية، بالتأكيد لم يكن مقصودا بالأمس إيقاع قدر كبير من الخسائر. أنا قلت كان المطلوب توصيل رسالة إنه هذه المرة يتم الرد بهذا المستوى بهذا الحجم، ولكن في حال ذهب الجانب الإسرائيلي بمستويات ومديات أبعد فالرد الإسرائيلي الإيراني ربما يكون بصورة أكبر. حتى الخطاب باتجاه الجانب الأمريكي، رسائل التي وجهت بالأمس إنه إذا حصل تدخل من الجانب الأمريكي أو أي أطراف عربية أو إقليمية وانطلقت من أراضيها أي ردود فعل إسرائيلي أنه سيتم استهدافه، لا أعتقد. يعني المسألة تحتاج إلى قراءة مختلفة. بالتأكيد لم يكن مقصودا بالأمس إيقاع قدر كبير من الخسائر، لكن أنا في الأردن سقطت لدينا صواريخ في بعض المناطق، بقايا صواريخ تم التصدي لها في الأردن في العديد من المناطق قبل أن تصل، ولذلك كان هناك جهد دولي. السؤال المطروح حين يحتاج الجانب الإسرائيلي لهذا القدر الكبير من الدعم الأمريكي والبريطاني والفرنسي، أنا في تقديري هذه رسالة ضعف، كذلك علينا أن نقرأها، بمعنى أن الجانب الإسرائيلي لم يكن قادرا بمفرده أن يقوم بالتعامل مع هذه الضربة، وبالتالي احتاج الأمر أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، وكذلك أن يتم الترتيب مع بعض الدول العربية في عملية التصدي لهذه الضربات. وهذا مظهر ضعف للجانب الإسرائيلي الذي يفترض أنه قادر على التعاطي مع أي تهديدات خارجية. في تقديري حصلت الضربة بالأمس، السؤال هل سيكون هناك رد إسرائيلي؟ لا أعتقد ذلك، لم تحصل خسائر كبيرة. ولكن نتنياهو اليوم قال بأن سيكون هناك رد إسرائيلي، رغم أن جو بايدن قال له بأن هذا يعتبر انتصار ولا يمكن أن تذهب إلى رد. بالتأكيد هو بايدن يريد أن يضع حدا لعملية ردود الفعل المتبادلة، وبالتالي من المنطق أن يقول أن الهجوم فشل وأن يقنع نتنياهو بأن ما حصل انتصار إسرائيلي، لأنه تم إفشال الضرب، معظم الصواريخ والمسيرات تم إسقاطها، وبالتالي لا حاجة يا نتنياهو لأن يكون هناك رد إسرائيلي. قد تحصل بعض الردود المحدودة،
أشارت بعض التحليلات ربما يتم استهداف مواقع معينة، شخصيات معينة، ولكن ليس بمستوى رد واسع. لا أعتقد أن الجانب الأمريكي سيسمح للجانب الإسرائيلي أن يذهب بعيدا في عملية التوتير ودفع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة إقليمية. الظرف السياسي دقيق، لم يتبقى على الانتخابات الأمريكية إلا شهور قليلة. في تقدير الجانب الأمريكي الذي بدأ يتحدث عن وقف إطلاق نار في غزة، وهو الذي كان يرفض سابقا أي حديث عن عملية وقف إطلاق النار، هو يدرك التعقيدات التي تحيط بالموقف السياسي قبيل الانتخابات. ليست معنية في تقدير الولايات المتحدة أن تندفع الأمور لمواجهة واسعة في المنطقة، ولا أعتقد أن إيران تريد حربا واسعة لا مع الجانب الإسرائيلي ولا مع أطراف أخرى. ولذلك في نهاية المطاف الجانب الأمريكي سيضبط الإيقاع، نعم، ويحول دون أن تتدحرج الأمور باتجاه مواجهة واسعة لا يرغبها الجانب الأمريكي وفي تقديري لا ترغبها إيران. الراغب أو الطرف الذي يستفيد من اتساع مساحة المواجهة في تقدير نتنياهو، الذي لديه حسابات سياسية، حسابات شخصية فيما يتعلق باستمراره في الحلبة السياسية.